نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30,000 معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم على نتيجة مسابقة التربية والتعليم الذي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم لثلاثين ألف معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وكان تم الإعلان على صفحة التنظيم والإدارة بأنه تم إعداد صفحة الاستعلام لمسابقة الثلاثين ألف معلم على بوابة الوظائف أو على موقع الوظائف. وحنتعرف كمان على نتيجة أو موعد امتحان رياض الأطفال. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط المسح لنتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لوظيفة معلم رياض أطفال لتعيين 30 ألف مدرس مساعد بعد الانتهاء من عملية مراجعة البيانات والوثائق المقدمة من المرشحين. وذكرت النبأ أنه سيتم إعلان نتيجة مدرس ابتدائي على الفور. يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد أعلن في وقت سابق أن حوالي 135 ألف معلم ومدرسة متخصصة في رياض الأطفال والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية والسنة الأولى والسنة الثانية والثالثة منذ بداية التقديم على الثاني من يوليو حتى إغلاق الإدخال. أما بالنسبة لرابط إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم للثلاثين ألف معلم سيكون على بوابة الوظائف، هسيب لك رابط الاستعلام أسفل الفيديو. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الحكومة المصرية قد صرح في تصريحاته الأخيرة بأن الكفاءة هي معيار الحصول على المنصب، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن استعداده التام لتنظيم الاختيار الإلكتروني للمرشحين لشغل 15,187 وظيفة مدرس مساعد مستوى رياض الأطفال في مركز تقييم القدرات والمسابقات من إجمالي 36,235 مرشحا يستوفون المتطلبات. بلغ عدد المرشحين 45,666 مرشحا في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني. طيب، تعالوا نشوف مع بعض موعد بدء امتحانات وزارة التربية والتعليم لرياض الأطفال. سوف نستعرض الآن في هذه الفقرة موعد بدء امتحانات وزارة التربية والتعليم لرياض الأطفال. سنبدأ بمحافظة الجيزة. محافظة الجيزة موعد امتحان رياض الأطفال يوم 28 أغسطس، يوم 29 أغسطس محافظة القاهرة، يوم 30 أغسطس محافظة القليوبية، يوم 31 أغسطس و 1 سبتمبر محافظة المنوفية، من 3 إلى 5 سبتمبر محافظة البحيرة، 6 سبتمبر محافظة الإسكندرية، من 6 إلى 7 سبتمبر من 7 إلى 8 سبتمبر محافظة الغربية، 10 سبتمبر محافظة قنا والأقصر، 11 و 12 سبتمبر محافظة بني سويف، 13 سبتمبر محافظة أسيوط، 14 و 15 سبتمبر محافظة الشرقية، 17 سبتمبر محافظة سوهاج، 18 سبتمبر محافظة كفر الشيخ، 19 سبتمبر محافظة الإسماعيلية والسويس وبور السعيد، 20 سبتمبر محافظة دمياط والفيوم، و 21 و 22 سبتمبر محافظة المنيا، 24 سبتمبر محافظة أسوان وشمال سيناء، 25 سبتمبر محافظة مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجليد، وأخيرا 26 و 27 سبتمبر محافظة الدقهلية. دي كانت موعد امتحانات رياض الأطفال التي ستبدأ من الغد إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. أي استفسار أو أي سؤال تفضل مشكورا ضعه في تعليق، وإحنا بنراجع جميع الأسئلة. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير.